حبي ليك مش هيكسر كبريائي، مهما هتعب مش هبين اشتياقي. الطبيعي ان اكون كل اهتمامك، واللي واضح ان فعلك غير كلامك. فين وعودك من البداية فين غرامك؟ قلبي حبك واشتراك، ما افتكرش في لحظة خانك. فين جنون خوفك عليا لما كنت اغيب شوية؟ فين جنون خوفك عليا لما كنت اغيب شوية؟ حبي ليك مش هيكسر كبريائي، مهما هتعب مش هبين اشتياقي. الطبيعي ان اكون كل اهتمامك، واللي واضح ان فعلك غير كلامك. فين وعودك من البداية فين غرامك؟ قلبي حبك واشتراك، ما افتكرش في لحظة خانك. نتكلم بقى عن المأذون والمأذونين. الذي أعرفه أن عند إجراء عقد الزواج ينبغي أن يعم السكون والهدوء، وأن تسود المهابة والجلالة، وأن يتسم مجلس العقد بالوقار. حتى أن بعض الفقهاء من أجل الحفاظ على جلالة هذا العقد وصحته، وقد مالوا إلى عدم انعقاده، أن تخلل كلام أجنبي يفصل بين صيغتي الإجاب والقبول. بل أن الشافعية شددوا فقالوا يشترط ألا يتخلل الإجاب والقبول لفظ لا تعلق به بالعقد ولو يسيرا. وقال الحنابلة في معرض شروط الانعقاد ألا يتشاغل بما يقطعه عرفا، وإلا فلا ينعقد العقد. هنا وقفة انتباه، إن بعض المأذونين جعل من عقد الزواج مادة سخيفة أشبه ما تكون بمسرحية هزلية ساخرة. وبلغ الشطط عند بعضهم أن يفصل بين صيغتي الإجاب والقبول في العقد ببعض النكات، نكتة أو التعليقات الساذجة مع العروسين أو الحاضرين، العروسة أو العريس أو الناس الحاضرة في مكان العقد. بل زاد الأمر سوءا أن أحدهم يحرف الأحاديث النبوية عن مواضعها ويفسد معانيها. مثل ذلك الذي يقول للعروسة أفضل النساء هي التي إذا أمرها زوجها إيه؟ هو طبعا بيسأل العروسة أفضل النساء هي التي إذا أمرها زوجها إيه؟ فترد العروسة قائلة أطاعته، وده حديث نبوي شريف. أفضل النساء التي إذا أمرها زوجها أطاعته. لا صدق رسول الله. هو بقى المأذون قال كلام تاني بسخافة، يتسخف المأذون قائلا للعريس بدون مبالاة ابسط يا عم، ده انا شفته يعني، ابسط يا عم اهي بتقول قطعته، يعني قصده قطعته، اي ابسط هتتقطع يا ابن المحظوظة، او كما قال المتساخف المأذون المتساخف. وصارت مقاطع الفيديو من هذه المادة الهزلية تنافسية، بيتنافسوا مين هيهزر في العقد، مأذون مين اللي هيهزر في العقد ويهزره هيطلع ترند. يتبارون في الإسفاف وإسقاط مهابة العقد وجلالته تحت دعوة الفرح والانبساط.
هل كان ذلك بعد إتمام العقد أو قبله؟ المأذون عايز يهزر، هزر قبل العقد. طب عايز تهزر، طب بعد العقد، إنما ما نهزرش على حديث نبوي شريف، ما ينفعش. قطعته، خلاها قطعته. في كلام في الشرع ما ينفعش نهزر فيه، في أحاديث نبوية شريفة ثابتة ما ينفعش نحرفها نغير فيها، دي أحاديث نبوية شريفة. هل كان ذلك بعد إتمام العقد أو قبله؟ قبله أو بعده نهزر في ذلك ساعة وتيسير. ما قلناش بلاش هزار، بس بلاش هزار في وسط العقد وهو بيتكتب. قد أكون مبالغا في هذه الرؤية أو ناظرة بحساسية مفرطة تجاه هذه القضية، لكن الأحاديث النبوية الشريفة زي القرآن الكريم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا. قال المناوي وهو يشرح هذا الحديث: إني لا أمزح أي بالقول وكذا بالفعل، وتخصيص بالأول ليس عليه معول، ولا أقول إلا حقا لعصمتي عن الزلل في القول والعمل، وذلك كقوله لامرأة: لا يدخل الجنة عجوز، لا يدخل الجنة عجوز، وقوله لأخرى: لأحملنك على ولد أم ناقة. يعني هو لما قال لا يدخل الجنة عجوز، طبعا يعني اتضايقت. فلا يدخل الجنة عجوز المعنى ان كل ان شاء الله كلنا في الجنة شباب بإذن الله. لأحملنك على ولد ناقة. قيل ابن عينية: المزاح، المزاح سبة. فقال: بل سنة، ولكن من يحسنه؟ وإنما كان يمزح لأن الناس مأمورون بالتأسي به والاقتداء بهديه، فلو ترك اللطافة والبشاشة ولزم العبوس والقطوب لأخذ الناس من أنفسهم بذلك على ما في مخالفة. والشفقة في كل الأحوال. بس مش في كل الأحوال في أن ينفع المزح. يعني حدثنا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير في مكان، فنام رجل، رجل نام من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام نام. فبعدين انطلق بعضهم، يعني واحد منهم يعني رمى بالنبلة إلى نبل معه فأخذها. فالراجل يعني النايم ده، الصحابي النايم ما ذكروش اسمه، فزع فزع، قام من نومه مفزوع. فضحكوا كلهم، ضحك القوم كلهم يعني على اللي كان نايم، وبعدين النبلة أفزعته صحيته من النوم، فكلهم ضحكوا. فقال: ما يضحككم؟ فقالوا: لا، إلا أن أخذنا نبل هذا ففزع. يعني إحنا يعني النبلة فزعت، فإحنا بنضحك على كده. الرسول طبعا اللي بيسألهم يعني إيه اللي بيضحككم، قالوا له: إحنا ادينا له بالنبلة فنام أمن نومه مفزوع. فالرسول رد عليهم وقال لهم إيه: لا يحل لمسلم أن يروع مسلمه. ما ينفعش، ما ينفعش إن إحنا نضحك على حد خضناه. إحنا أنا اتخضيت فأنت ضحك وأنت قاصد تخض، طب غلط. لا ما ينفعش.
ففي هذا الحديث ذكر ما فعله الرجل المذكور فيه اللي هو الطب الندلة. من أخذ كنانة صاحبه ليرتعب بفقدها، يعني اللي على أن ذلك عنده مباح له، يعني أنا بخدك علشان أنا أضحك، إيه رأيك؟ ده إيه ده؟ لأ مش مباح، مش مباح إن أنا أخدك عشان أضحك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل المسلم أن يروع مسلما. فكان قوله ذلك له بعد فعله ما فعله، يعني بعد ما الرجل اتخض خلاص وسحى من النوم مفزوع، ما ينفعش. مما هو من جنس ما كان فعله نعيمان بسويبت، وما كان فعله عبد الله بن حذافة في حديث علقمة بأصحابه ليضحكوا من ذلك، يعني هو دي الأسامي اللي تعمل فيها هذا الموقف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاعل ما ذكر فعله: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال أحسبه فطيم، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل النغير نغر كان يلعب به، يعني نغر كان يلعب به أنس ابن مالك. قال ابن حجر وهو يعدد فوائد الحديث في جواز الممزحة، ده مزح عادي يعني، وتكرير المزح، وإنها إباحة سنة لا رخصة، وإن ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة، الطفل الصغير، وتكرير زيارة الممزوح معه، وفيه ترك التكبر والترفع. لما مثلا إحنا ماشيين مثلا وشوفنا طفل صغير عجبنا، إيه المشكلة نمزح معه نبوسه نطبطب عليه؟ ده ما يقللش مننا، ما يصغرش. فالفرق بين كون الكبير في الطريق فيتوقر، نوقر كبيرنا الرجل الكبير في السن، ده توكير، ده ما يقلش مننا. لو ساعدنا انسان كبير في السن عايز يعدي مثلا، حطينا كرسي ليه علشان نقعده مش مشكلة، قاعد مثلا على الرصيف واحنا قلنا يلا نسنده علشان نوقفه، ايه مش هينزل منكم، مش ما يهمكش من كلام الناس، مش مشكلة، كلام الناس مش مهم في الحالة دي. ما نتكبرش على كبير في السن محتاجنا، ما نتكبرش على الطفل صغير محتاج ان احنا نطبطب عليه ونواسيه، نجيب له شوكولاتة حتى لو احنا مش عارفين، عادي، ده مش تكبر ولا غرور ان احنا نمتنع عن الاحسان لغيرنا. واختم كلامي معاكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. وقال أيضا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه، ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما هو لحييه؟ اللحيين هي عظام الفكين، والمراد بالحديث حفظ اللسان، نحفظ اللسان عن الكلام والغيبة، يا سبحان الله. والفم عن أكل الحرام، والفرج عن الزنا ونحوه، أعزنا الله وإياكم من المعاصي. وكفاية كده عشان اللي بينادي ده دلوقتي، مع السلامة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.